هذا بيت من بيوت الله عز وجل، منزل الشهداء الأقصى لحي الحدود العلمية، يضرب بصواريخ وطلقات الميج 23. تفضل. هذا أبسط شيء، أنه يخرج البلور المسلح عن الباب. الأجمع من ذلك بيت الله عز وجل يدمر كاملة الساعة 10:30 قبل صلاة الجمعة، الواقع في 14/9، لأنه هذا المسجد مجمع للإرهاب والمدسين، هذا ما يسمونه عصابة الأسد اللعينة. انظر إلى بيت الله عز وجل كيف تنتهك حرماته. أقل شيء هذا البلور وهذا الخزان. هذه الصفوف في الدورة الصيفية نجمع الطلاب في على المقاعد لتحفظهم القرآن الكريم. تفضل. حتى الطلاب الصبية الصغار إرهاب. تفضل. هذا إرهاب، هذا ردة فعل على الإرهاب. أي إرهاب في بيت الله عز وجل؟ تفضل. إلى حرمات الله كيف تنتهك في بيته؟ انظر إلى القصف، وهذا صاروخ. ما شاء الله عنده قدرة يتحدى الله عز وجل، هذا تحدي لله عز وجل. انظر هذا اللباس وهذه المقاعد، انظر هذه المقاعد وهذا اللباس. انظر هذا اللباس، هذا اللباس للطلاب، هذا اللباس للطلاب لحفظة القرآن، نكافئهم فيه لحفظة القرآن. تفضل. تفضل إلى العمل الشنيع. مدرسة من المدارس في الحي، الاستعداد للعام الدراسي الجديد. انظر هذا الاستعداد، انظر إلى هذا الاستعداد وهذا الاستقبال للعام الدراسي. هذا يوم الجمعة الساعة 10:30 المصادف 14/9.